وعندما ترفع معاناة طفل أنت ترسم ابتسامة في وجه الطفل، في وجه الأب، في وجه الأم، وابتسامة لديك أنت. أكبر برنامج في العالم لتأهيل الأطفال فاقدي السمع، بدايته من غازي عنتاب، وسوف إن شاء الله يخدم أطفال أخرى سواء من غزة أو من مناطق أخرى في العالم. تم الإعلان رسمياً عن انطلاق أكبر برنامج للتأهيل السمعي على مستوى العالم. مئات الأطفال السوريين راح يكونوا مستفيدين من هذا البرنامج بحضور معالي الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي ومسؤولين بالمملكة العربية السعودية ومسؤولين بولاية غازي عنتاب. تم الإعلان بشكل رسمي عن أكبر برنامج للتأهيل السمعي على مستوى العالم. ما يقارب 700 طفل سوري موجودين بالداخل السوري راح يشملون هذا البرنامج. أي طفل تحت 5 سنوات عمره مناسب بحسب التقديرات الطبية لتركيب الحلزون راح يشملوا هذا البرنامج بإذن الله. راح نكون بلقاءات مع أطباء، مع مسؤولين بمركز الملك سلمان، نحاول نعرف أكثر عن هذا المشروع. معالي الدكتور عبدالله الربيعة، مرحبا بكم بين أهلكم، بين السوريين الذين يحبونكم. أهلا وسهلا، أنا سعيد بأن أكون بينكم، والمملكة العربية السعودية كعادتها دائما تساند الشعب السوري وكل شعوب العالم المحتاجة. هم المملكة العربية السعودية هو رفع معاناة الإنسان أينما كان. انطلاق أكبر برنامج للتأهيل السمعي على مستوى العالم بالوقت اللي كان كثير من الناس يتجاهل هذه المأساة، يتجاهل هذه المصيبة، كنتم سباقين إليها، كنتم أول من رسم الابتسام على وجوه الأطفال، على وجوه أهاليهم. الآن أكبر برنامج للتأهيل السمعي، كم عدد الأطفال المستفيدين؟ هل هذا البرنامج سوف يكون فقط في سوريا أم في أكثر من دولة؟ طبعا كما ذكرت، دائما الشعوب المكلومة والتي تعاني الأمرين إما بسبب النزاعات أو بسبب الكوارث الطبيعية يتناسى العالم هموم الأسر. هنالك أسر تعاني من مشاكل صحية ومشاكل خلقية وغيرها. مثال هم الأطفال الذين ولدوا لا يسمعون أو صم. المملكة العربية السعودية وبتوجيهات قيادة المملكة العربية السعودية اليوم تطلق أكبر برنامج في العالم لتأهيل الأطفال فاقدي السمع، وهو برنامج سمع السعودية. هذا البرنامج الذي يحتوي من خلاله أكثر من 24 برنامج داخلي، يخدم أكثر من 940 طفل فاقدي السمع من الأطفال السوريين والتركيين. وكذلك يقدم هذا البرنامج نخبة من الأطباء والكوادر والطبيبات والكوادر السعودية المتخصصة ذات كفاءة عالية، يأتون بتطوعهم ورغبتهم بخدمة هؤلاء الأطفال بدعم وتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وأعمال إنسانية. سؤالك هل سوف يطلق لفئات أخرى؟ بكل تأكيد هذا البرنامج أطلق بدايته من غازي عنتاب، وسوف إن شاء الله يخدم أطفال أخرى سواء من غزة أو من مناطق أخرى في العالم. ما شاء الله عنكم، لاحظنا ابتسامة دائما، يعني تفضلتم أنه الأطباء الذين حضروا يتمتعون بكفاءة وبمهارة، لكن هناك أيضا ابتسامة دائمة على وجوههم. أنا سألت أبحث عن السر، سر الابتسامة دائما يعملون 13 ساعة الابتسامة على وجوههم لا تفارقهم. ما هو السر الابتسامة لدى الأطباء السعوديين رغم المعاناة أو رغم الجهد المتواصل؟ هذه الابتسامة هي حب الإنسانية، حب رفع معاناة الإنسان. أنا طبيب شخصيا، وعندما ترفع معاناة طفل أنت ترسم ابتسامة في وجه الطفل، في وجه الأب، في وجه الأم، وابتسامة لديك أنت لأنك حققت هدف مستحيل لهؤلاء الأسر. هذا هو ديدن المملكة العربية السعودية، أن تسعى لرسم ابتسامة على وجوه المحتاجين في كل بقاع الأرض. ما شاء الله عنكم، شكرا جزيلا مع الدكتور عبدالله الربيعة على هذا اللقاء. نشكركم جدا، نشكركم باسم السوريين، باسم الشعب السوري على جهودكم المتواصلة في مساعدة السوريين. شكرا جزيلا لكم.